السبب الرئيسي هو الأزمة المالية العالمية وخاصة أزمة منطقة اليورو، لأنه في بداية الأزمة فإن الجهات الناظمة في أوروبا كانت تحاول التعامل مع الأزمة وفرض قواعد جديدة على البنوك، ومن هذه القواعد هو أنه أصبح الاحتفاظ ببعض الأصول يكلف البنك أكثر، وبالتالي كان على البنوك أن تعاود النظر في نماذجها من حيث النشاطات والمنتجات وكذلك المناطق التي تعمل فيها، وبالتالي اتخذوا قرارا بالخروج من بعض العمل في بعض المنتجات وكذلك الخروج من بعض المناطق، ومن ذلك كريديت سويس في زيورخ بسويسرا، وكما أنه خفضوا عملياتهم المصرفية في المنطقة وهم لديهم مكتب في دبي خفض عدد العمال فيه، كما أنهم أيضا اشتروا أعمال مورغان ستانلي في أوروبا والمنطقة. إذن الكلمة الرئيسية هي عملية أن تكون العملية انتقائية، حيث سيركزون على بعض النشاطات التي أقل ثمنا ولديهم خبرة فيها، لكنهم يتوقفون عن العمل في بعض النشاطات. إذن هناك بعض البنوك ستخرج من بعض الدول، في حين أن البنوك الأخرى ستتوقف عن عمل في بعض النشاطات أو في نشاطات معينة.